لإرسال السلام مع ميت إلى ميت آخر سابق أصل شرعي. أخبر ابن أبي الدنيا عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده قال: لما مات بشر بن البراء، وكان بشر بن البراء بن معرور مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأكل معه من الشاة التي سمتها اليهودية، فمات بشر ووجدت عليه أم بشر وجدا شديدا، يعني حزنت عليه حزنا شديدا. فقالت: يا رسول الله، إنه لا يزال الهالك يهلك من بني سلمة، فهل تتعارف الموتى فأرسل إلى بشر بالسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، والذي نفسي بيده يا أم بشر، إنهم لا يتعارفون كما تتعارف الطير في رؤوس الشجر. فكان لا يموت من بني سلمة أحد إلا جاءته أم بشر فقالت: يا فلان، أقرئ على بشر السلام مني.